حبيبتي. الحمد لله على سلامتك يا إلهام. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتي يا هاني. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتي ايه؟ أنا آسف. إيه ده يا هاني؟ إيه ده؟ إيه ده؟ هو ده إيه؟ هو ده إيه يا هاني؟ لا حاجة وحشة. أنا عارف. أنا آسف. لا يا هاني أسود يا هاني، لا ده مش هزار، ده ما ينفعش معلم كده يا هاني، ما ينفعش. أنا مش يعني عارف. يا هاني أسود يا هاني، ده أنا بخاف من القطة. لو شفت كلب بخاف منه. طب انا مش عارف اقول لك ايه دلوقتي. انا اسف. انا مش قادر ارفع على رجلي، انا حسني بتشل. لا 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 والله ما قادر ارفع على رجلي. لا ما تخافيش ما تخافيش، حرام عليكي. طب حرام عليكي، حد يعمل كده؟ صدقيني انت كنت في امان. لا انا شكيت في الاخر، قلت ده في حاجه مش طبيعيه. اصل مش ممكن يبقى حاجه طبيعيه. وش سياحه ايه واحباب ايه ويسيبوني ويمشوا؟ ما انا شكيت، بس ما بقتش عارفه ايه ولا في ايه. عشان خاطر يعني وتعبان جوه العربيه. يعني تعبان جوه العربيه. تعبان يا هاني. مش عارف اقول لك ايه. طيب يعني ما ينفعش كده حبيبي، ما ينفعش. ايوه انا عارف. ما ينفعش. لا انا عارف انه ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ درجات يا، حتى لو عايزين تحذروا ولا تعملوا برنامج، بس مش للدرجات دي. طب انا مش عارف اقول لك ايه. تعبان، وتعبان كبير جدا وبيتحرك. يعني لو التعبان ده جه عليا والاسد بره، طب اعمل ايه؟ يعني كده ميته وكده ميته، يعني جوه تعبان قد كده قد الدحيه وبره اسد. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا قلبي واقف يا هاني والله. الواحد ممكن يجيله جلطه في حاجه زي كده. انا اسف انا اسف انا اسف بعد الشر عليكي، بس لعلمك انت كنت في امان. انا بحبك يا هاني، بس مش كده حبيبي. ما انت ما تعرفيش انت غلاوتك عامله ازاي. ما ينفعش يا جماعه. انا اسف انا اسف. هو فعلا ما ينفعش. تعبان بالحجم ده جوه العربيه. طب انا عايز اقول لك على حاجه. انا عايز اقول لك صدقيني انت كنت في امان. في امان تماما. كله 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 حواليكي. بص اندريه، شايفه واقف الاسود بايه؟ شايفه؟ يعني هو هيستنى لغايه الاسد ما يجي لي وبعدين يموته.